على جزء هذا بدنا نحكي عن الوردنت الجلوبال اللي سوري اليوم وردنت من اسمه هو وردنت ل للغات الاوروبي ف هو بالمناسبه مشروع كان مشروع اف بي 6 يمكن اف بي 5 مش عارف مشروع بمبلغ الاتحاد الاوروبي يمكن 2.5 مليون عشان يغطي لغات اخرى يعني زي الدتش والسبانيش والايطاليان والجرمان والفرنش والاستونيان والتشيك فاضيفت بعض يعني كل لغه ضافت او بلشت تعمل ويردنت لحالها انا مش كاتب في اي سنه بلشت في 96 ل 99 ف اللي بقوله انه يعني مجموعهم من 30 ل 50 الف ميننج كان في الويردنت 1 وفي اليورو ويردنت 1 وفي اليورو ويردنت 2 ضافوا من 15 ل 25 الف كلمه كل الفكره بتلخص كده هذا هذا السلايد كان اوكي هناك نتذكر في البرزنتيشن تبعنا انه كان في سنسيت ولها معنى صح؟ طب هل نقيم السنسيت هاي ونحط مطرحها سنسيت مثلا ب الاسباني بحيث احنا بنحكي عن نفس المعنى يعني بمعنى اخر استعملوا الانجليش وردنت طالوا منه استعملوه كانتر نسميها انترلينجوال اندكس يعني خذوا السنسيتس الانجليزيه منه طلعوها برا الكلمات تبعتهم وخلي المعاني بعدين هاتوا بنستعمل هذا بالنص بنستعمل ايش؟ سنسيت من لغات ثانيه سنسيت من لغات ثانيه لانها طبعا اذا كانت بالضبط نفسها اذا هاي المعنى مش موجود ضيفه هون واعطيه رقم جديد يعني ممكن الكونسيبت مش موجود بالوردن او بالانجليزي اصلا بس موجود بالاسباني والفرنسي معنى مش كلمه فممكن نضيفه وحطه خلينا نشوف زي هون مثلا في عندنا كلمه موف او جو فلو شفنا وفي عندنا هون درايف في عندنا سوري خلينا نقول في درايف بالانجليزي هلا ربطناها مع مين؟ مع معنى معين. وين؟ بالانجليزي ما هي موجودة بس احنا طلعناها برا. مضبوط؟ بالاسباني كوندوكيور انا بعرف لغات ثانية. زي فجابوا هاي الكلمة هاي بتدي لها معنى معين. هذا المعنى بتطابق مع معنى كلمة درايف بالانجليزي. فربطوا يعني صار هذا ايش؟ الكونسيبت مشترك بين لغات مالها؟ الاوروبيه الاوروبيه اللي هي المشروع طبعا مش كل اللغات الاوروبيه مشروع. هلا والايطالي هاي مثلا ديما كودير ساعديني كودير وبالفرنسي ريدين ريدين اكيد في نص صاير بعرفش انا بعرفش احكي انا بعرفش انجليزي وعربي فهذول صار المعنى فهي هذول الاربعه بدون ما نعرف معانيهم بدون ما نعرف الفضل قصدي هذول الاربعه مالهم الهم نفس المعنى الهم نفس المعنى بيشتركوا في معنى معين حطيناه بالانتر لينجوال اندكس يعني في الدكتور هذا بالترانسليشن هذا طبعا اكيد بفيد بالترانسليشن هذا يعني شيء جميل جدا اكيد استفيدوا فاللي بقوله هون انه طبعا مربوطات مع انطولوجي ودومينز هيراركي بركزش انا هون كثير لانه بصراحه هون انا ما اتوقعش انه هون عمل شغل جدي بس اهم شيء هون انه نفس الاندكس استعمل عشان نربط معاني الكلمات الاوروبيه هلا وكل وركز انه لو في معنى مش موجود باسبانيا معنى
مش موجود بالوورد نت او بال او بالانتكس تبعنا او مش موجود بالانجليزي عادي شو نقدر نساوي؟ نضيف نضيف ونربط الكلمه فيه سنسيت تجديد سنسيت يا ولا مبطل سنسيت صار سكونسيت يعني سنسيت لان سنسيت طلعناها صار المعنى بس المعنى الكونسيبت فنربط هلا بجوز بعدين تيجي اللغه الفرنسية وتقول اها انا هاي انا هذا المعنى هو مش موجود باللغة الانجليزية بس هو نفس المعنى الموجود بالاسباني لاحظين؟ It's very interesting. طيب هذا نشوف هذا تلخيص اللي قلنا فانترلينجوال اندكس هو على فكرة هون ما في سبتايتلز هون ما في سبتايتلز هذا بس it's a bank of concepts لأنه ما بنقدر يعني في خطر كبير جدا إن كمان التصنيفات نجيبها نعكسها على لغات ثانية أضرب لكم مثال أنت شو بتصنف اللبني؟ شو بتصنفها؟ it's a type of لبن صح؟ صح الفرنسيين شو صنفوها؟ حليب مشتقات الحليب جبنة جبنة لأنه بالنسبة لهم الأجبان مش زي اللي بس اللي عرفناه الكونسيبت تبع جبنة عندنا ليش الكاسة مش أي كريمة يعني وجبنا هاي شو اسمها كرافت بوك بوك ولا هاي هذا رح نصنف الجبنة؟ احنا نقولها جبنة عبد لأنها مكتوب عليها لأنها عندهم لأنها مكتوب عليها جبنة أو لأنهم اللي كان اللي اخترعها ثم سماها صنفها جبنة بس لو شفناها بدون الورقة تبعتها شو نقول عنها؟ لسه هاي كمان لسه طلعنا أكبر يعني فهون ملاحظين إنه حتى التصنيفات طبعا حتى التصنيفات مرات بتعتمد على الكلتشر مش على ده طبعا الورد نت وانها الانطولوجي كان بس بتعتمد على اللغه نفسها فهم هون ما في جوا تصنيفات فالانترلينجوال اندكس هو عباره عن ان ستراكشر فاند اوف كونسبتس تو بروفايد ان افيشنت مابينج كروس لانجويجز واضح؟ هو بيز على الانجليش وورد نت ماشي هلا لما انا اعمل ماب هون هل بعدها بقدر اقول انه الكونسيبت تبع هاي الكلمه اكزاكتلي لا الكونسيبت تبع هاي الكلمه اكتشفوا اخوان هون انه اكتشفنا مشاكل هو يعني الموضوع مش بالصورة اللي احنا بس قاعدين نحكي عنها فهم بقول هو صار في عندنا various types of equivalence relations ماشي؟ فالequivalence هون على كل حال حتى لو في equivalence مش where to where هي through concept معين ماشي؟ طيب يعني هذا كلام صراحة هو يعني نفس اللي أنا قلته Where nets are unique language specific structures اللي هو عن قصدي عن إنه التصنيفات ما بقدرش أنا برضو يعني ما بقدرش أخذها زي ما هي من لغة ثانية لازم أطلع على اللغة تبعتي بتقبل ولا بتقبلش مزبوط لأنه هناك بالإنجليزي English speaking people accept sentence like بلا 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 طب بلكي الايطاليان سبيكينج بيبول دي دونت اكسبت هاد فبتختلف الامور في حتى ديفرنسز في السينونمي وال هومونومي هومونومي يعني عكس الهومونومي زي ما هاي الامثله يعني هاي في عندنا مثلا هون ديكوريشن ان انجلش فيرسس بعرفش ايش هاي ان داتش هذا سلايد من بوك فوزن شخص نشيط جدا هون من هولندا
بانك ان انجلش فيرسس وين بلزم نعمل شويه على الداتش عشان نقدر نفهم عليه. طيب المشاكل اللي انا بعتقد انها في الويرد نت او فويزن بعتقد انها في اليورو ويرد نت انه الكونستراكشن از نوت دان يونيفورملي. يعني كل واحد بده يشتغل على ليلى. هم الاوروبيين يعني كل واحد اخذ الموضوع من باب وكان يشتغل بطريقه مش كثير متوافقه مع بعضها. الكفرج تبعها الكفرج انه كل واحد راح اخذ كلمات غير عن الكلمات الثانيه حتى يعني نقدر نعمل قياس او شيء زي هيك. Not all world nets can communicate with one another linked different versions of the English world net. يعني مش كلهم استعملوا نفس ما هو الويرد نت فيرجنز، مش كلهم حتى عملوا ماب على نفس الفيرجنز للاسف. الحقوق الملكيه بتختلف من ويرد نت لويرد نت اوروبي، يعني مش كل شيء مش كل شيء معظمه على فكره معظمه مش فري زي ويرد نت. وفي كثير دبليكيشن صار كل واحد يقول نو هاي مش زي الكونسيبت تبعنا مش زي الكونسيبت تبع اللغه هذيك وضيف، فصار في كثير دبليكيشنز وهلم مجرى. في اي سؤال؟ هلا ننتقل للجلوبال.